اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه الفنيه اللي هنتكلم فيها فنيا شويه عن النادي الاهلي، وهنتكلم عن الكوره بشكل عام مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، الكابتن احمد ابو مسلم. يا كابتن احمد برحب بيك. ازيك عمر؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كل سنه طيب. كله تمام الحمد لله، كله تمام. يعني بدايه سنه جديده وبدايه انطلاق السنه الجديده بمباراه اعتقد ان هي الى حد ما صعبه، لكن الحدث الاكبر بالنسبه لي هو اخيرا وصول بطاقه كهرباء واتأيد محليا وافريقيا. فعايز اعرف بقى راي حضرتك في البدايه، وتقول لي عن رايك في صفقه كهربا، وهل شايف ان وجوده اضافه وان هو هيفرق معنويا مع الفريق بكره ان شاء الله لو الجهاز الفني اختاره ولا لا؟ اكيد كهربا من اللعيبه المميزه جدا، كان موجوده في مصر، كان مع منتخب مصر او نادي الزمالك او اتحاد جده لما لعب، لعيب مميز عنده امكانيات كبيره جدا، اكيد صفقه كبيره جدا موجوده في الوقت اللي انت ما كنت محتاج فيه، مش النادي الاهلي محتاجه في الوقت دوت، عشان انت بتلعب كذا بطوله، بتلعب الدوري وبتلعب بطوله افريقيا وبتلعب كاس وبتلعب كذا بطوله، فالنادي الاهلي لازم يكون عنده الراجل الاساسي او الراجل الاساسي اللي حاطط نفس المستوى عشان تلعب كذا بطوله. اكيد انا سمعت الفتره اللي فاتت نغمه ناس طالعه كتير بتقول رمضان موجود، وش رمضان يعني رمضان؟ لا، انت لازم يكون عندك رمضان وعندك كهرباء وعندك قفشه وعندك حسين الشحات، لازم يكون عندك خمس ست لعيبه كبيره جدا موجوده. انت الناس يا كابتن مش بتشوف بالعين اللي لاعب الكوره او المدير الفني بيشوف بيها، هما دايما بيكونوا شايفين اللي تحت رجليهم، مش بيكونوا باصين لقدام. ما طبعا ما ده اللي بنتكلم فيه، النادي الاهلي بيعمل بلان طويل للمدى اللي انت عندك طويل، اللي انت لازم يكون عندك لعيبه مميزه تقدر تحل في مكان ما عندكش مشاكل في اي حاجه. تاني حاجه احنا بنتكلم على بطوله افريقيا، احنا مش بنتكلم على الدوري. النادي الاهلي ما شاء الله ماشي في الدوري اهوت، مفيش حد يعني النادي الاهلي في حته تاني في كون تاني والناس تانيه في كون تاني خالص. فانا بنتكلم انت بتتكلم على بطوله افريقيا، فهتلاعب مستويات كبيره جدا، مستويات لعيبه بطوله افريقيا بقى لها كتير جدا مش موجوده في النادي الاهلي، بقى لها بتاع 3 سنين او 4 سنين. فلازم الفتره دي نتكلم على البطوله الافريقيه بشكل عام ولا دوري ابطال افريقيا يا كابتن؟ دوري ابطال افريقيا من 2013 اخر بطوله الاهلي حققها مع كابتن محمد يوسف. طيب الكونفدراليه كانت 2015 يعني انا بتكلم عامه يعني كل الحاجات الافريقيه اللي انت مستوى اعلى شويه، يعني بنتكلم في مستوى اعلى وتارجت اعلى شويه، فلازم اللعيب يكون على قد المستوى على قد الحدث الموجود. فكهرباء النادي الاهلي هيستفاد منه اكيد. عندنا رمضان ماشي بمستوى هايل، بس انت خلي بالك برضك رمضان جاي على سبيل الاعاره، رمضان مصاب كمان حاليا في ماشي ادى بشكل فات مستوى هايل مع المنتخب الاولمبي على المنتخب الاولمبي، وبعد كده مع النادي الاهلي ماشي عامل شكل مميز جدا. بس انت خلي بالك اللي انت لازم يكون عندك برضك البديل المميز اللي هو يقدر يحل لك بالشكل دوت. تاني حاجه انت بتعمل تنافس بين الاثنين، رمضان وكهرباء لما ينافسوا مع بعض هتزيد المستوى، وهتبقى مصلحه النادي اول حاجه، الناس كلها هتشوف كهرباء عايز يموت نفسه عشان يلعبوا نفس الكلام. مش ممكن الاثنين يلعبوا؟ ممكن الاثنين يلعبوا، عندك كهرباء بيلعب جوكر ممكن يلعب يمين او يلعب شمال، فانت عندك دي بتاعت المدير الفني او الكوتش هو اللي بيقدر يحدد احتياجاته ايه، ممكن يلعبوا ناحيه اليمين ممكن يلعبوا ناحيه الشمال. وانت خلي بالك انت لو بنتكلم على الدوري، لا انت الدوري كل اللي بتلعب الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي كلها بتدافع، فانت لازم يكون عندك حلول كتير. فدي النقطه. طب يا كابتن احمد، انت كظهير ايسر والراجل اللي لعبت على المستوى الدولي والمحلي، اسالك سؤال كروي كده، لما انت بيلعب قدامك جناح بيهاجم مش بيدافع وانت بتكون عايز تطلع واحده، انت بتحب تلعب مع جناح ممكن يغطي مكانك ويرجع ويبقى عنده لياقه بدنيه عاليه، ولا انت بالنسبه لك تلعب قدام واحد او ورا واحد حريف ويفيد الفريق وانت ما عندكش مشكله تدافع طول الماتش او حتى 70%، ده مش بيخنقك شويه ولا بتفضل ايه؟ لا هي عامه خلي بالك من الخبرات، لما احنا كنا بنلعب ده مطلوب وده مطلوب، يعني انت في وقت معين بتلعب في النادي الاهلي، ما بتلعب النادي الاهلي كل الانديه اللي بتلعبك او بتدافع كل انا عارف الانديه اللي بتلعبك هنا كلها بتدافع، فانت بتبقى عندك الناحيه الهجوميه تبقى عاليه جدا، وتاني حاجه الناس كلها خايفه، فانت بتقدر تروح بشكل مميز. عكس مثلا ما كنا بنلعب في افريقيا، خلي بالك عمر اقول لك نقطه مهمه جدا، تمام، كان في ماتش افريقيا مع مستر مانويل جوزيه، اي ماتش افريقيا بره كنت بلعب، يعني العب مثلا عشان هو عارف انك بتامن بقفل في الحته دي كويس جدا. اجي هنا في مصر ما كنتش بلعب، يعني جينا في هو عايز حد يهاجم ولا ايه؟ كان بيلعب جبيرتو، يعني جينا في وقت اللي انا مثلا بلعب بره، العب مثلا لعب شباب بالازداد ولعب الترجي ولعب الحاجات دي كلها، بترو اتلتيكو وبترو اتلتيكو انا موجود طبعا جبت جون. فبنتكلم اللي هو 4-2 يا كابتن، صح؟ 4-2 فالنقطه اللي انت بتتكلم هو في حته معينه دي الادوات المدرب اللي انا اقدر استفاد مثلا زي ما بنتكلم بفلان مثلا بكهرباء، واقدر استفاد مثلا برمضان صبحي في الحته دي، فدي كلها بترجع للمدرب زي ما بقول لك. فدي امكانيات. انت بتحب تلعب قدامك حد بيدافع ولا حد بيهاجم؟ لا ما كانتش انا كنت بحب العب يعني حد بيدافع كويس، يعني حد بيدافع كويس عشان بقدر ما بيجيش عليك ما بيعملش عليك ضغط، يعني خلي بالك عشان ما يبقاش اتنين على واحد، صح؟ اتنين على واحد كان بتيجي فتره كان مثلا كان ممكن يريح شويه، كان يجي مثلا بيبو يلعب قدامك او في الحته ديت او فما لا بيبو كان يقول لك خليك قدام، يعني خلينا قدام مالكش دعوه وانا قدام خالص، بس انا مش هرجع يعني امن انت نفسك ورا.
طيب يا كابتن، عايز اكلمك عن الدوري، شايف المنافسه فيه عامله ازاي لحد دلوقتي؟ هل الدوري المصري فيه منافسه ولا الاهلي بينافس بسم الله ما شاء الله نفسه، وباقي الانديه بتنافس بعضيها من المركز الثاني حتى المركز الاخير، ولا انا رؤيتي غلط للي انا بقوله لحضرتك بقى؟ لا هي خلي بالك الدوري الفتره اللي فاتت النادي الاهلي في اتجاه تاني خالص، يعني بامكانياته بلعيبته بالاداء بتاعه، اداء مميز، الراجل عامل حاله مع النادي الاهلي قادر بيلعب الناس كلها زي ما انت شايف، اي حد ممكن تلاقيه في الملعب في اي وقت، عكس كان قبل كده ممكن تلاقي ال11 او ال12 لعيب موجودين، هو كان مثلا لاسيرت كان موجود معاهم او كارتيرون كان بيعمل برضك نفس الموضوع. فدلوقتي عنده الراجل عنده قاعده واسعه شويه، بيقدر يعني يوسع فيها زي ما هو عايز، بينزل تلاقي قفشه النهارده بادئ، تلاقي حسين الشحات بيريحه، تلاقي رمضان مصاب بيحط اي حد تاني، احمد الشيخ الفتره دي بياخد، فالراجل عنده امكانيات كبيره جدا مساعداه. اللي خلاه عمل كده ايه؟ اللي هو روتيشن من اول الموسم، اللي هو يقدر الناس كلها، طمع الناس كلها بلغه الكوره، اللي هو ادى رمضان وادى احمد الشيخ وادى قفشه وحسين الشحات، ادى الناس كلها عشان في الاخر يحكم، يشوف الناس كلها، عشان ما حدش يقول لك انا ما خدتش. فالراجل دلوقتي عامل حاله كبيره جدا مع النادي في مستوى كويس، اداء كمان خلاص خلي بالك الاداء مميز جدا، كان الاول قبل كده النتيجه ممكن تبقى عاليه جدا بس اداءه مش مميز، دلوقتي بقى عندك الاثنين، عندك اداء مميز جدا وعندك النتيجه عاليه، بص السكور كلها اللي موجود هتلاقي عمر في مشكله كبيره جدا خلي بالك، الراجل ذكي جدا فيها، اللي هو الراجل ده خلي بالك بيلعب براس حربه مش اساسي، يعني مثلا بيحط رمضان بس بينزل تحت كتير او بيلعب شادو، يعني شادو سترايكر زي ما بيقول، زي وهمي كده، والراجل التاني تلاقي الاجوان كلها، تلاقي مثلا قفشه اللي بيجيب، تلاقي حسين الشحات اللي بيجيب، هتلاقي مثلا أزر يعني بيضحك على الناس بالمكان دوت وبيخلي الناس الاهداف كلها من تحت، وخلي بالك هو وظف قفشه في الحته دي في حته مميزه جدا ليه، قفشه لو جينا نتكلم في منتوشه افريقيا في الحته دي هتبقى صعبه شويه بالنسبه له، لو هتلعب بره ملعبك هيبقى عندك صعوبه شويه، هتلاقي الحته اللي في نص الملعب او رقم 10 فيها ضغط جامد جدا وفيها قوه وفيها سرعه، فالموضوع عنده هيبقى صعب عشان الحجم بتاعه. فهو في الدوري بيستفاد في الحته دي كويس، الراجل زي ما بقول لك هو بيعمل روتيشن في الفرقه وبيغير في شكل الفرقه بشكل كبير، فالنادي الاهلي في اتجاه ثاني لوحده. نجينا نتكلم على باقي الانديه. طب لو قبل باقي الانديه لو قلت لحضرتك مين اكتر نادي لفت انتباه كابتن احمد ابو مسلم في بطوله الدوري غير الاهلي طبعا؟ مقاولين العرب. مقاولين طبعا، مقاولين ماشي باداء مميز جدا، واتحاد سكندري. يعني اتحاد سكندري كان طالع بشكل كويس لحد مثلا الماتش بتاع النادي الاهلي، الدنيا ابتدت تتراجع بشكل عادي، ماتش المقاولين في ماتش المقاولين، فانا بقول لك هي حزمتين ورا بعض. اللي ماشي باداء مميز وعامل كلاعيبه كوره عندهم الخبرات، تحس عمر الفرقه دي عندها خبرات ممكن تكسب في اي وقت. مقاولين العرب كابتن عماد ضايف كتير مع المقاولين اكيد، لما بتقعد سنه او الثانيه مع اي فرقه بتقدر تحط ايدك على نقطه القوه ونقطه الضعف الموجوده في الفريق. شايف الكابتن عماد النحاس اداؤه مع المقاولين هل ممكن يعيد امجاد المقاولين للموسم اللي جاي، ان هو يرجع تاني لافريقيا ويرجع امجاد المقاولين اللي كانت في الثمانينات والسبعينات؟ ان طبعا نادي المقاولين بتاريخه الطويل جدا وفوزه ببطوله دوري ابطال افريقيا في يوم من الايام، هل ده ممكن يحصل؟ اكيد طبعا. انا شارك، مش بتكلم عن هو يفوز، يعني بتكلم لا انا بنتكلم لو فضل ماشي بنفس الاداء والمميز اللي هو موجود فيه دوت هيقدر يكمل في حته كويسه جدا. طب رايك في الكابتن عماد النحاس وادائه مع المقاولين؟ لا عماد النحاس خلي بالك، عماد النحاس بقى له فتره هو مدرب كويس جدا، بقى له فتره ماشي بخطه ثابته، بس كان مشكلته قبل كده كان بيمسك انديه كانت فيها مشاكل اللي هي صراع الهبوط وكلام من، بس هو كان لازم يبدا البدايه ده كابتن، لازم يبدا بس صح. خلي بالك لما تجرب، انا مثلا مسكت نادي، يعني مثلا ما احترمنا نادي اسوان مسكه مثلا اسوان ومسك طنطا، الانديه دي خلي بالك بتبقى فيها ريسك اللي انت تقدر مثلا انت هتاخدها. كابتن ايه البديل يا كابتن احمد؟ يعني انا دلوقتي عايز ادرب، تمام كابتن احمد ابو مسلم نجم في كره القدم، لكن لما يبدا التدريب هو عايز يبدا ويصنع اسم جديد في التدريب، وبالتالي الخيارات اللي بتكون موجوده مش خيارات كبيره، علشان خاطر في ناس قبليه وسابقينه في الحته دي، فانت صح فعلا ولا غلط؟ لا انا اخد الفرقه من اول الموسم، ليه ما اقعد مع الراجل اقول له مثلا انا دلوقتي انت عندي 1 2 3 4 من الفرقه دي، انا السنه دي هلعب، يعني عايز اهم حاجه اعيدك في الدوري، فلو انت قابل انا قاعد في الدوري ممكن ما اقعدش، يبقى الاتفاق من اوله، عشان ما ينفعش تاخد فرقه مثلا عمر فضل مثلا عندها 10 بونت وعايز تجيب 20 الدور الثاني، هتجيبهم ازاي؟ مستحيله طبعا. فده اللي بنتكلم فيه، يعني هو راجل لما لقى امكانيات ولقى التزام ولقى منظومه احترافيه في نادي المقاولين العرب من زمان وعنده قطاع ناشئين قوي جدا، لازم نحط تحت قطاع ناشئين دي 100 خط، اللي انت عندك قطاع مميز يقدر يتلعب اي حد، وانت شايف بيحط لعيبه صغيره كتير الفتره اللي فاتت، فيقدر طبعا النتيجه يبقى موجود كده. يعني هل ده كابتن بسبب ان الاسباب اللي حضرتك قلتها، ان عنده قطاع ناشئين قوي، عنده اداره محترفه ومجلس اداره يحترم كل الفرق الرياضيه اللي موجوده في النادي، هل ده سبب ان كابتن عماد موجود في المركز الثاني وانه محافظ على مكانه ومفارق 5 نقاط عن الاتحاد؟ هل كل العوامل دي لنجاح الكابتن عماد واللي تخليه يستمر مع المقاولين، ولا هناك عوامل اخرى؟
اكيد طبعا. انت لازم كره يا عمر، الكره دلوقتي عندك لازم يكون عندك قطاع ناشئين قوي جدا، لازم يكون عندك امكانيات، لازم يكون عندك سبونسر قوي يقدر يوفر لك كل المعسكرات اللي انت عايزها والحاجات دي كلها، لازم يكون عندك اداره نادي تقدر تحط لائحه مميزه، وانت معاك مدير كره يقدر يحط لائحه كويسه يقدر يجيب لك العقاب والثواب للفرقه الموجوده. فدي كلها دي منظومه كره القدم بنتكلم عليها. فما جيش مثلا واحد يقول لك لا انا ماليش دعوه انا بعمل الفريق الاول بس. طب ما الفريق الاول لما يجي عايز تاخد تدعيمات ليها تاخد منين؟ ما لو قطاع واقع مش تقدر تعمل الفريق الاول كويس. فدي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها في مصر. في ناس كتير بتتكلم على الفريق الاول يعني وعندها اهمال في القطاع ناشئين. فانت خلي بالك القطاع اللي انت تصرف عليه 10 او 5 ده في وقت من الاوقات هيجيب لك ملايين. واكبر حاجه انت خلي بالك المميز في الحاجات دي كلها نادي انبي مثلا مميز في الحاجات دي كويس جدا. النادي الاهلي برضك فيه فترات بيطلع لعيبه مميزه. المويل العرب عنده النقطه دي مميزه جدا. عندك النادي اللي لو جينا نتكلم النادي الاسماعيلي ما عندوش امكانيات فعنده الاولاد قطاع ناشئين دوت دي يعني دي امكانيات ودي حياته كلها اللي هو بيقدر مثلا يطلع بس الاهلي يا كابتن الاهلي الفتره دي طلع رمضان عنده الاول مصطفى الشوبير عنده احمد طارق سليمان عنده انا بقول لك الفتره عربي عنده عمار حمدي رمضان صبحي بنتكلم في كريم بامبو لما كان موجود في وقت من الاوقات كهربا كمان يعني لو هنبص على دوري مصر يا كابتن احمد نلاقي ان معظم اللعيبه اللي موجوده. طب يا كابتن انا اسالك سؤال بما ان حضرتك راجل متميز جدا في موضوع قطاع الناشئين وانت بدات السلم من تحت ورحت لقطاع الناشئين وبدات مع الاكاديميات والبراعم وحتى الناشئين وفرق الشباب، ليه يا كابتن كواليتي اللاعب في النادي الاهلي لما بيخرج وبيمشي من الفريق الاول دايما بتلاقي وجوده في اي نادي بيفرق معاه كويس جدا وتلاقي الانديه بتتخانق عليه وفي نفس الوقت بتلاقيه رجع في يوم من الايام للنادي الاهلي تاني، ده ايه اللي بيخليه مختلف عن باقي اللعيبه اللي موجوده في قطاعات الناشئين الاخرى؟ بامانه يا كابتن. بامانه عشان عنده روح النادي الاهلي، وخلي بالك يعني عندك روح النادي الاهلي دي روح يعني حاجه قويه جدا، اللي انت بتاخد لعيب ما عندوش روح الانزاميه في الملعب، يعني انت مخلي بالك اللعيبه كلها اللي بتروح عامه الانديه الثانيه بتمشي بيقول لك خلاص انا ابص الماده واخش ابص لحاجه ثانيه. الراجل لعيب النادي الاهلي او اللي اتربى في النادي الاهلي عنده روح المكسب على طول. فعشان كده دي بتتقدر بمبلغ كبير لما تيجي مثلا عايز تمضي على حاجه هنا يقول لك هات الناشئين بتوع النادي الاهلي. وشفت التجربه عندك عمار لما راح للاتحاد زي ما انت شايف، عندك جونه، عندك اكرم توفيق لما راح، وعندك اكرم توفيق وعندك احمد حمدي وعندك كابتن حتى اللعيبه اللي مش بتيجي من قطاع الناشئين حتى اللي طلع فريق اول زي اسلام محارب، عندك باسم علي، لا لعيبه كتير حتى محمد جدو يعني محمد ناجي جدو حتى لعيبه كابتن اللي بتلعب في الاهلي سنه او سنتين على كبر وبتخرج من النادي الاهلي الانديه دايما بتتنافس عليه علشان تتعاقد معاه. عشان بكلمك اللي هو عنده الروح دي اللي دي خلي بالك النقطه عمر بنتكلم فيها حتى في كل الانديه اللي ممسكها يعني حتى الانديه او قطاعات الناشئين اللي ممسكها، ليه لعيب النادي الاهلي او ناشئ النادي الاهلي مميز على الانديه اللي بره؟ عشان عنده الروح ديت. لو ما عندوش الروح يبقى زي الناس الثانيه، ما عندوش روح للانزامية مش لازم اتغلب. النادي الاهلي عندك اللعيبه حتى لما نطلع كنا صغيرين نطلع مركز وانا عندي 8 سنين وكنا بنلعب تطلع مركز تاني في المنطقه ولا الدنيا وكانت تبص وتبقى محزنه. فهي اللي بنتكلم في ده سيستم موجود. لعيبه النادي الاهلي او اللي اتولد في النادي الاهلي واخد على كده اللي هو يقدر ما عندوش حاجه اسمها خساره خالص، واخد على التحديات. والنادي الاهلي زي ما قلت لك طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي لازم كل يوم في جديد، لازم البطوله خدناها النهارده بتتقفل الباب بكره وتبتدي بطوله جديده. ده جماهير النادي الاهلي وده الناس تربت في النادي الاهلي. اتكلمنا يا كابتن على اكثر الفرق اللي لفتت انتباهك، قلت لي المقاولين واتكلمنا على كابتن عماد النحاس، لكن في الوقت الثاني او في الوقت الحالي عفوا عندنا فريق من الفرق اللي طلعت وكان ليها شكل مميز جدا وبدانا نقول ان هي هتاخد وضعها في الدوري ممتاز، بدات من الموسم الماضي ان هي يكون عندها بعض التراجع اللي كلنا زعلانين عليه، وهو فريق وادي دجله. فريق وادي دجله باداره محترمه بجهاز فني على اعلى مستوى، راجل اقنع كل الناس الموسم الماضي، لكن البعض من يؤيد والبعض من يعارض، وتراجع اداء وادي دجله حاليا في المركز الاخير 6 نقاط. شايف وادي دجله اسباب تراجعه؟ هل حضرتك شايف ان في امل ان وادي دجله يرجع تاني من جديد؟ وهل ممكن نسمع نغمه ان وادي دجله ممكن يبقى موجود في منطقه الهبوط لفتره طويله؟ اسباب كتيره قوي، فانا عايزك كده تفصل لي وتتكلم معايا في نقطه نقطه. لا هي النقطه زي ما بنتكلم الراجل مدرب كويس، امكانياته كويسه. السنه اللي فاتت عمل تيم كويس قوي. وانت خلي بالك سياسه النادي وادي دجله دلوقتي اللي هو بتقدر تعتمد على ابناء الاكاديميات او القطاع الناشئين الموجود في النادي وادي دجله،
وعدل على كده زي ما انت شايف كل يعني الحصيله الموجوده دلوقتي اللي هي بتاعت مثلا فريق الاول هلال او عبد العاطي او رضا او الناس الموجوده في النادي كله او محمد محمود موجود في النادي الاهلي دي كلها اولاد النادي وادي دجله. فدي سياسه النادي اللي هو بيعتمد على الناشئين ويقدر يسوق بشكل مميز. الفتره اللي فاتت هي الراجل عنده بس سوء حظ كبير جدا زي ما انت شفت كل اللقاءات اللي بيبتدي فيها بيكون كسبان 2-1 او 3-1 ويخش الدور الثاني مثلا زي ماتش المقاصه يتغلب كسبان 2-0 تلاقي 2-2 الماتش اللي بعديه مثلا كان كسبان 2-0 يتغلب من انبي 3-2 فدي كلها اللي بتتكلم اسبابه يا كابتن. هل اسبابه توفيق ولا اسبابه هو توفيق وفي نقطه ثانيه النقطه الثانيه اللي هو انا برضك لازم يكون عندي برضك زي ما بنتكلم هو راجل بيعلم بشكل كويس كره ممتعه للناس كلها بس انا لازم في وقت من الاوقات لما انا اقدر اجيب هدف او اجيب الثاني لازم اقفل شويه الملعب يعني لازم اقفل الملعب شويه عشان ما افضلش العب برضه. ده امر طبيعي يا كابتن يعني اكبر الفرق في العالم بتعمل كده برشلونه ريال مدريد ليفربول كله بيعمل كده. ما هي دي النقطه هو بص هو عايز يلعب جيم مفتوح على طول فدي ممكن تكلف خلي بالك هم اللعيبه بتاعت وادي دجله بتعمل مجهود كبير جدا مجهود مضاعف خلي بالك الكره بتلعب من تحت من اول الحارس المرمى لحد راس حربه بيدافع وبتروح واخد الكره عامل ثاني تعمل دوران ثاني لتحت وبتشتغل فمجهود عالي جدا فخلي بالك دي لما تفتح الملعب وعندك لعيبه اسرع او في الناحيه الثانيه فريق عندها قوه اعلى شويه فممكن بيحصل في مشاكل ممكن بيحصل خلل خلي بالك الاخطاء دي كلها اخطاء فرديه يعني مثلا راجل قدامه ممكن يحطها ببطن رجله سهله يروح عاملها تقتلش منه او حاجه فدي دي الاسباب كلها اللي بتعمل ايه. تابعت امبارح تصريحات المدير الفني لدجله وقال ان احنا يعني انا تابعتها وانا مش عارف بصراحه معناها ايه فممكن حضرتك لو عندك تفسير تقول لي. قال احنا مش هدفنا المنافسه او هدفنا الهبوط احنا هدفنا حاجه ثانيه هنحققها في نهايه الموسم فده معناه ايه؟ يعني هو قال كده بالنص ده كان على لسانه بعد مباراه امس حتى بعض الصحف الرياضيه او بعض المواقع الرياضيه اخذوها وكتبوها فاكيد اي مدرب نفسه ان هو لا ينافس على الهبوط نفسه ان هو ينافس على مراكز متقدمه علشان يكون موجود في مكان امن وبالتالي يقدر يطبق فكره. هل يا كابتن احمد وجود وادي دجله في هذه المنطقه ممكن يخلي المدرب ما يعرفش يطبق فكره بسبب سوء النتائج ولا ده ملوش ارتباط بشغل المدرب جوه الملعب؟ لا هي خلي بالك هو ليه وملوش انت خلي بالك السنه اللي فاتت نفس الكلام فضلت الناس كلها تهاجم الراجل كان الوضع زي كده وصلوا المركز الاخير كان المركز كان نفس الكلام خلي بالك كان الدور الاولاني واخدين مثلا بتاع 8 9 بونت او 10 بونت حاجه زي كده الدور الثاني اكتر فرقه مجمعه ابنط بعد النادي الاهلي يعني السنه اللي فاتت فبنتكلم راجل مر بالمرحله ديت هو بس لما بنتكلم في ثقه من المهندس ماجد سامي ومجلس اداره النادي وادي دجله في الراجل فالراجل بيقدر يشتغل هو عارف البلان بتاعه عايز يعمل ايه بالظبط فهي بس النقطه زي ما بنتكلم ممكن النهارده التوفيق معاك بكره مش معاك امبارح هو كسبان 1-0 يعني متعادل 1-1 وجاله ضربه الجزاء ممكن تغير شكل الجيم خالص فدي رجعتك تاني نقطه الصفر تاني فهي بنتكلم كلها هي حالات او توفيق في وقت معين بيجي لك وممكن يتخلى عنك في وقت تاني بس كراجل امكانيات زي ما بنتكلم امكانياته كويسه سياسه النادي وهويه النادي خلي بالك يعني حتى مستر تركيس ما هو موجود او مش موجود دي سياسه النادي يعني مهندس ماجد سامي يعني عايز سياسه نادي وادي دجله الكره الحلوه اللي بتبتدي من تحت بالشكل المميز ودي كلها خلي بالك مميزات انت بتبص دلوقتي كل الناس بتتكلم على وادي دجله ككره فرقه مميزه جدا بس امكانيات زي ما بقول لك المشكله بس في النتيجه هي الفتره دي مش متخليه شويه عن الفريق يعني الصراع في بطوله الدوري يا كابتن هل حضرتك شايفه صراع فيه منافسه عشان عايز اتكلم معاك على احدى الفرق القويه اللي كانت ليها برضه اسم كبير في الدوري الممتاز السنة اللي فاتت واللي قبلها من أول صعودها للدوري الممتاز لكن نفس الفترة أو نفس المحنة اللي بتمر بيها وادي دجلة هي كمان بتمر بيها مصر للمقصة. هل حضرتك شايف إن مصر للمقصة في الطريق الصحيح لتصحيح الأمور ولا مصر للمقصة الحظ مش ماشي شوية مع الكابتن أحمد حسام ميدو وإن الدنيا معندة معاه شوية؟ لا خلي بالك يا عمر لازم تفصل عن وادي دجلة عن مصر للمقصة. أنت بتتكلم وادي دجلة بيبني فريق السنه اللي فاتت حتى بص هتلاقي العناصر اكبر واحد موجود فيه محمد عبد المنصف. يعني يا كابتن وادي دجله بيبني والمقصه بيثبت او بيثبت انت عندك دجله وادي دجله كلهم ناشئين كلهم اعمارهم بتروح من اول 18 اللي هو رضا اللي في نص الملعب اللي جاب الجول اللي هو الماتش اللي قبل اللي فات والناس كلها اكبر واحد اللي هو محمد عبد المنصف في الفريق مفيش حد تاني. فانت بتعمل فريق مثلا حدوده كلها من اول 18 لحد مثلا 25 26 سنه. بس يا كابتن بتكلم على الظروف اللي موجود فيها انا بكلمك على الفرق المقصه فرقه كبيره مستقره يعني مستقره تمام. تاني حاجه انت مش هتبني فريق الفريق موجود انت عندك مثلا عندك الفرقه كلها تتفرج على الناس كلها موجوده ده حتى راس حربه بتاعك مرعي الراجل جاي من بعيد قوي يعني جاي من كان بيلعب في النجم الساحلي راجل مميز لسه واخد الماتش اللي فات يعني راح حتى انفراد
يعني انت بتتكلم في امكانيات لعيبه موجوده يعني يا كابتن. طيب حضرتك بتتكلم وتقول ان امكانيات المقصه احسن من امكانيات دجله البشريه في حته بناء الفريق، ان دجله بيبني فريق وان المقصه عنده العناصر المحترفه اللي تقدر تخليه في مكان افضل. انا بتكلم في نقطه اللي هو التي الخبرات الموجوده في مصر المقصه اعلى ما هو دجله بكتير. ايه الاسباب اللي مخليه مصر المقصه موجود في المستوى المتراجع، ان هو ما كسبش غير في ماتشين بس من حوالي 10 ماتشات او 11 ماتش، ومخليه مستوى مصر المقصة مش هو المستوى اللي احنا كنا بنشوفه المواسم اللي قبل كده؟ هي ترجع لحاجات كتير، ممكن يكون ميدو بيطبق فكر جديد، بيشتغل بشكل خطه مختلفه عن قبل كده. ما انت خلي بالك كل مدير فني بيجي بالطريقه بتاعته والشكل بتاعه والعناصر اللي اعتمد عليها. يعني عندك العنصر اللي اعتمد عليه على باك رايت مميز، على باك ليفت تاني، فانت بتتغير. ممكن النهارده كان النهارده بيلعب بيكلي كان بيلعب، ممكن قاعد بره خالص، انت فاهم ازاي؟ ممكن راجل موجود لعيبه مميزه تاني جديد يعني موجوده عنده ما بيلعبهاش، ما يعتمدش عليها بشكل اساسي. فكل مدرب ليه وجهه نظر في الخطه بتاعته، فهو ممكن يكون بيعتمد على ناس دلوقتي شايف اللي هي تطبق له الفكر بتاعه. ففي ناس تانيه عندها الخبرات اللي هي بره ما بتلعبش بشكل مميز كتير، فدي عنده مشكله كبيره. اللي هو خلي بالك اللي هو ما تيجي تبني برضك فريق عنده خبرات او لعيب عنده مثلا 30 سنه او 31 سنه وعايز تعمل له تغير له الشكل لطريقته اللي هو متعود عليها في الدوري، تبقى صعبه جدا. شايف ان المقصه ودجله ممكن يعودوا بالخبرات اللي عندهم اللي موجوده في مجالس الاداره او حتى اللي موجوده في اللعيبه والمدربين، ولا ممكن احد الانديه ما يقدرش ان هو يتعافى والسكينه تسرقه فنلاقي ان هو بيصارع فممكن تحصل مفاجاه؟ ده خالص انا شايف الانديه دي هتبقى يعني دجله ومقصه فرق كبيره هتقدر تطلع بشكل مميز. خلي بالك برضك يا عمر انت بتتكلم في جدول الدوري، جدول الدوري هو كابتن طريحه كان امبارح الكام؟ كله بينط، اللي بيكسب بينط على طول. كابتن طريحه كان قبل الاخير ماشي؟ كسب ماتش امبارح 3 نقط بقى كام؟ بقى 11. 11 مع الجونه ومع مصر. بس بقى 11، فانت لو كسبت ماتشين هتبقى في حته ثانيه خالص. فبقول لك الدوري احنا النادي الاهلي بيلعب في حته ثانيه خالص، عشان كده بتكلم النادي الاهلي في اتجاه وفاضل له ماتشين مؤجلين. النادي الاهلي في اتجاه تاني خالص، والانديه الثانيه حتى من اول الثاني اللي هي مثلا المقاولين. عندنا كابتن، بص يا كابتن، دجله عنده ست نقط 18 في المركز ال 18، اسوان في المركز ال 17 عنده 7 نقاط، مصر المقاصه 16 9 نقاط، طنطا 15 10 نقاط، عندنا طنطا عندنا عفوا الجونه واف سي مصر والجيش 11 نقطه، الاسماعيلي وحرس الحدود والمصري 14 نقطه، وكل بقى بتساوي يعني برضه بيراميدز والانتاج 16 نقطة زي بعض، فتلاقي حضرتك العملية زي ما حضرتك ما بتقول كله قريب من بعض. ماتش ماتش. طيب هل ده ليه دلالة ان المنافسة قوية في بطولة الدوري، ولا بطولة الدوري ضعيفة الموسم ده، ولا قوية؟ لا لو جينا نقارن بطولة الموسم السنة دي أو السنة اللي فاتت، كانت السنة اللي فاتت أقوى بكتير. خلي بالك. طب ليه؟ إيه الأسباب يا كابتن؟ أسباب كتيرة جدا. خلي بالك أنت كان عندك فرق بتنافس في المربع الأولاني ديت، كان فرق مميزة جدا، كان عندك بيراميدز برضه كانت عاملة حالها بشكل مميز. طب إيه اللي حصل في بيراميدز؟ لا بيراميدز الدنيا اختلفت، السياسة اختلفت. خلي بالك يعني اللعيبة اللي جت السنة دي ما قدرتش تعمل بشكل كبير مستوى عالي. زي ما أنت عندك هداف الدوري أحمد علي، الراجل لسه ماشي النهارده، راح ما لعبش الا ماتش واحد في افريقيا. مشي خلاص، راح ام بي 6 شهور اعاره. فبنتكلم في انت عندك هداف الدوري وانت معيده بره، مش قادر تستفاد منه. ديسام ما قدرش يعني يشتغل بشكل الفرقه زي ما احنا كنا متوقعين. يعني احنا توقعنا راجل بقى له خبرات، بقى له فتره مع النادي الاسماعيلي، وانت عارف النادي الاسماعيلي بيشتغل في ظروف صعبه جدا، عندك جماهير وعندك ضغط عصبي كبير، عندك لعيبه، فلما تروح منظومه متكامله فيها هدوء هتقدر تشتغل بشكل مميز، مفيش ضغط عليك، وعندك ادوات بتاعتك الموجوده هتقول اي، عندك معسكرات موجوده هتعملها اللي انت عايزه كله هتطلبه هتبقى موجود. فبنتكلم اللي هو السنه دي العناصر اللي دخلت في بيراميدز مش على قد الامكانيات اللي موجوده او الطموح اللي هي موجود فيه، ودليل على كده انت شفت الراجل ما قدرش يستحمل. يعني من اول الفرقه القويه اللي بتقدر تلعبها بيبقى عنده في افريقيا يمشي كويس جدا، لما تخش الدوري العام بيبقى الناس كلها اللعيبه كلها عارفه مين اللي هيلعب قدامها بيتحرك ازاي عشان يتفرجوا كلهم على بعض، ويكسب في افريقيا كويس جدا عشان الناس دي مش عارفه الفرقه بتمشي ازاي، تتحرك ازاي، اللعيب ده بيشتغل ازاي. الدوري الممتاز نفس الكلام مع المصري، خلي بالك صح نفس الكلام دلوقتي لما يجي يمسك مع الفرقه دي بيبقى عنده مشاكل. فبرمز التدعيمات اللي قدر يجيبها مش نفس المستوى اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده. طيب لو اتكلمت عليك على العكس، الانديه اللي صعدت من الدوري الدرجه الاولى للممتاز، طنطا واسوان واف سي مصر، شايف ادائهم عامل ازاي؟ هل حد منهم بصراحه قادر ان هو يستنى في بطوله الدوري الممتاز، ولا قوه الفرق اللي موجوده لن تسمح باحد الفرق الصاعده من الدوري الدرجه الاولى ان هي تكمل في الدوري الممتاز؟ لا صعب، انا صعب الفرق نتمنى لها التوفيق، بس الموضوع صعب. الكره امكانيات يعني يا كابتن قولا واحدا الموضوع صعب ليهم، صعب جدا امكانيات، ولا حتى اف سي مصر اللي بيأدي باداء كويس وبدا ينط لمراكز متقدمه شويه بالنسبه له الموضوع هو كمان مقياس صعب. مش مقياس، خلي بالك انا ممكن زي السنه كذا سنه برضه، خلي بالك كان فيها الاسيوطي كان مثلا كان وصل السادس او السابع
الدور الاولاني وبعد كده الدور الثاني الدنيا بتختلف. فخلي بالك النقطه كلها مهما جمعت الدور الثاني بيبقى صعب جدا. الفرقه كلها بتبقى الشكل الاندماج بتاعها بشكل مميز جدا. الفرقه كلها بتموت على اللي عندها خبرات بتقدر تشتغل بشكل مميز. فانا شايف الفرق ما دعمتش بشكل كويس ازاي. بص عمر كره امكانيات لازم يكون عندك امكانيات. هلعب دوري ممتاز لازم ادعم بشكل مميز. مش هينفع اطلع سنه وانزل اطلع سنه وانزل سنه واطلع سنه نفس الامكانيات. حتى بص الفرقه كلها اللي نزلت كان طلع السنه فاتت هي اللي نزلت. فالموضوع كله مختلف ما عدا بس من فرقه بتروجيت اللي هي كانت بتعاني السنه اللي فاتت من عدم كل شويه يجيبوا مدير فني يغيروا كل مدير فني كل اسبوع. فدي اللي عملت معاهم مشاكل. امال كان امكانيات بتروجيت عمرها ما تنزل. هل حضرتك شايف ان الاتحاد الاهلي بالقمه عن اقرب منافسيه ممكن يشيل الضغط شويه عن الاهلي ويخليه يركز في بطوله افريقيا اللي هي المبتغى الاول لجمهوره ولادارته خلال الفتره اللي جايه؟ بالعكس النادي الاهلي طول ما زي ما قلت لك اول كلام يعني طول ما انت بتلعب في النادي الاهلي طول ما انت عندك ضغوطات كل عندك ضغوطات زي ما كنا بنتكلم فيها. النادي الاهلي النادي الاهلي طول ما انت رضيت لعيبه لعيب النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي بتمثل النادي الاهلي كل يوم عندك جديد زي ما قلت لك. اي بطوله هتخش فيها مطالب اللي انت مش مزاجك ده غصب عنك بجماهيرك بادارتك بلاعيبتك بكل حاجه بيتمنوا كل بطوله تخش النادي الاهلي حتى لو هتلعب مين هتلعب ريال مدريد لازم طبعا انت تاخد البطوله. طب سؤال بالعكس يا كابتن اللي قلت لك ان الاهلي متفوق في بطوله الدوري بس ده ممكن ما يكونش مقياس ولا اختبار حقيقي وبالتالي الاختبار الحقيقي يكون في بطوله افريقيا؟ طبعا خلي بالك بطوله افريقيا زي ما احنا قلنا مستوى اعلى شويه امكانيات غير الامكانيات وشكل غير الشكل. ف بس النادي الاهلي زي ما اتكلمنا الكيرف بتاعه او المستوى التصاعدي الحمد لله في مستوى كويس جدا. الاصابات قلت بشكل كبير خلي بالك يعني يعني اتمنى طبعا لسعد سمير كان اخر الاصابات اتمنى له طبعا الشفاء وان شاء الله يرجع سليم ان شاء الله. غير السنه اللي فاتت خلي بالك لما كنا بدانا السنه اللي فاتت كان في اصابات كتير جدا وقعدنا نتكلم في موضوع الاصابات وانا كنت معاك هنا قلت لك الاصابات دي فيلم تاني مش المدير مش الدكتور بس اللي كان متهم فيها او اي حد. الامكانيات دي خلي بالك من اول المراحل اللي هي بتاعت الاعداد من اول الراجل الامكانيات بتاعته موجوده ايه الشغل بتاعه الملعب بتاعه التغذيه بتاعته فكان في مشاكل كتير. فزي ما كنت بكلمك السنه دي الراجل طبعا شكل نوعا ما المستوى البدني او المستوى التكتيك بتاعه في الملعب مرضي يعني الناس كلها يعني. هل كابتن احمد ابو مسلم مع المقوله اللي بتقول ان الدوري المحلي بيجهز الفريق علشان يفوز بالبطولات الافريقيه ولا البطولات الافريقيه ليها معايير مختلفه في الاستعداد وفي التحضير وفي الجزء الفني والبطوله المحليه بيكون ليها جزء خاص بيها ملهاش دعوه بالافريقيه؟ لا هو الدوري حاجه وافريقيا حاجه ثانيه خالص. بس دي مش تحضير لده؟ لا هو خلي بالك مش حكايه تحضيره بس انت ممكن اللعيب تجهزه بشكل نوعا ما لو انت اللعيب اللي هو البعيد او الراجل اللي عنده اصابات او عنده مشاكل. وخلي بالك بيبقى عندك بتبقى مشكله الراجل جاهز ممكن في ماتش بيلعب في الدوري ممكن يتصاب فيضيع لك افريقيا خلي بالك. فدي كلها عايزه حد انت تقدر تدي امتى وازاي وتقدر تحافظ على اللعيب امتى. بطوله افريقيا ليها مواصفات ثانيه خاصه انت عايزه لعيب بيشتغل بشكل كويس لعيب عنده ثبات انفعالي كبير جدا وده موجوده في معظم في كل لعيبه النادي الاهلي موجوده اللي انت تفصل بين بطوله افريقيا حتى لو انت اول مجموعه لازم تشتغل بشكل النادي الاهلي او مرضي لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لو انت الاداء وحش بيبقى الموضوع صعب بيبقوا زعلانين جدا. واكتر وقت بتلاقي الناس كلها مسنداك والناس الموجوده في الملعب بتبقى موجوده في اي مشكله اي ضربه هتلاقي الناس كلها جماهير النادي الاهلي كلها في اول حاجه. فده لعبت ده دخلت بطوله افريقيا او استعداد بطوله افريقيا مالكش غنى اللي انت لازم تجيبها. طب يا كابتن يعني احدى ظاهرات الدوري المصري الممتاز حتى دلوقتي ان لم يتم الاستعانه باي حكم اجنبي. شايف الموضوع ده ازاي؟ انت عملت تدينا اسئله صعبه جدا. اسئله صعبه ليه يا كابتن؟ مش عايز انا مش عايز اتكلم انا مصمم مش عايز اتكلم. اتكلم لا هي المشكله انا معاك. لا يا حبيبي انا بتكلم انت عارف انا بص انا ايه انا قلت اسالك الاول عن 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 التحكيم وهاخدك واحده واحده اجر رجليك واحده واحده بس هجيبك حافظك انا طبعا. لا هي النقطه زي ما بنتكلم فيها النقطه التحكيميه دلوقتي بقت صعبه جدا. احنا لازم بنتكلم بصراحه لو احنا عايزين نصلح المنظومه كره القدم خلي بالك يعني ما يجيش النادي الاهلي بيدفع ملايين او الانديه كلها بتدفع لعيبه بسعر كويس وتيجي العنصر بتاع المنظومه بقى عنده مشاكل اللي هي العنصر لو التحكيم مش مظبوط الدوري هيبقى عندنا مشاكل كبيره جدا وده اللي احنا شايفينه. خلي بالك الانديه كلها التي يعني في انديه بتستفاد ما انت خلي بالك استفدت النهارده بكره هتخسر انت فاهم ازاي؟ بكره هيبقى عندك مشاكل. عندك الاتحاد تلاقي يعني الاتحاد عامل بيان هتلاقي سموحه عامل بيان هتلاقي الانديه كلها الاتحاد والاسماعيلي عملوا بيان وقالوا بصفه رسميه ان الاخطاء التحكيميه بقت متعمده. ما دي ده رسمي. ما دي صعبه جدا خلي بالك هو برضك الحكم هو معذور بس خلي بالك بس هي دي امكانياته يعني هي دي امكانيات يعني يا كابتن معذور معلش يعني هي خلي بالك في امكانيات حكام انت عندك كام حكم دلوقتي مميز معروفين بالاسم تمام
وفي انديه خلي بالك بالاسم تقول لك مش عايز اكلم. دلوقتي التحكيم عندنا بقى الحكام بقت مشهوره عشان ممكن حد منهم يعمل مشكله مع نادي او يكون سبب في مشكله، لكن حضرتك تطلع من الماتش تقول الحكم ده كان مميز علشان خاطر ما عملش 1-2-3، اعتقد ان الموضوع ده صعب. صعب جدا. وخلي بالك في انديه معينه بتبعت ان عايز عمر النهارده يحكم لي. طب هيعمل ايه؟ ده الحكام بتخلص يا كابتن. يعني ما هي بتخلص. وخلي بالك زي ما قلنا الناس كلها ماسكه دلوقتي، يعني حتى دلوقتي انت بتعمل لهم السبب، بتطلع لهم السبب، يعني تقول لهم الفار لازم يكون في فار. طب احنا ما احنا طول عمرنا عايشين من غير فار. يعني الفار دلوقتي هي المشكله كلها، احنا بنتكلم في العنصر نفسه. العنصر فيه مشاكل، فيه اخطاء تحكيميه انا شايفها كبيره جدا. بس خلاص هيتم تطبيق الفار، رأي حضرتك هيتم تطبيقه فعلا؟ انا لا ما اظنش. مسكنات. مسكنات يا كابتن. اه مسكنات. خلي بالك انا شفنا، يعني انا شفت، يعني شفت جون بتاع اتحاد سكندري، الراجل مغطي بتاع اتحاد سكندري ده السيرد باك ماسكه، يعني السيرد باك مغطي الاوفسايد وماسك قمر خالد قمر، والراجل جات له كره حطها والحكم حاسبها اوفسايد وبتاع الرايه واقف. فشفنا حاجات مختلفه جدا، يعني الموضوع بقى صعب. فلازم نتمنى كابتن جمال غندور يبقى الشكل يبقى احسن من كده. لو جينا نتكلم لازم، هي مش حكايه عند، هو انا خلي بالك يعني بستغل او باخد العنصر اللي بره ليه؟ عشان يقدر يعمل لي اصلاح في الشكل العام اللي موجود. امال ما الاقي الدنيا كلها بايظه بس هي عندي انا مش هقدر اجيب حكام من بره، لا انا عايز المنظومه. طيب لو قلت عليك رايك في اداء اللجنه الخماسيه لحد دلوقتي، رايك انت راضي عنها ولا في بعض السلبيات؟ ولو في سلبيات ايه الايجابيات؟ لا هي مقبول طبعا، هو الاداء مقبول لحد دلوقتي. الدنيا لحد دلوقتي انا مش عايز ادخلك قوي في حته اتحاد الكوره، بس انا عايز اسالك كونك واحد من نجوم مصر في الكوره، اكيد طبعا رأيك مهم وانت شايف الأحداث بعيون مختلفة عن النقاد الرياضيين، عن الإعلاميين، عن الصحفيين، وبالتالي يعني حضرتك قلت لي مقبول. طب مقبول بسبب ان هم مفيش أزمات، ولا مقبول علشان هي دي الإمكانيات اللي ممكن يتحركوا من خلالها، ولا مقبول علشان خاطر ايه؟ لا هو مقبول لحضرتك لحد كل الموقف اللي دخلوا فيها لحد دلوقتي ما فيهاش مشاكل. هو انت طول ما انت سكنت عمر، سكنت جدول الدوري او متوشة افريقيا او متوشة الاهلي والزمالك اهم حاجة، او بيراميدز او المصري، الاندية اللي هي بتشارك في افريقيا مش هيبقى عندك مشاكل. مش زي قبل كده. خلي بالك كنت مثلا النهارده انا الفرقه جايه امبارح، فيا ريت ما نلعبش الاسبوع دوت. كان بيحصل مشاكل في الحاجات دي كلها، اللي انت بتدي مثلا فلان بتدي له صلاحيات، تدي له يومين ثلاثه راحه، وتدي مثلا فرقه ثانيه ما تديهاش راحه خالص. فطول ما انت مسكن الجدول ما عندكش مشاكل خالص. هي المشاكل اللي بتيجي منين؟ اللي هي اللي زي ما اتكلمنا، الانديه كلها اللي عامل مشاكل دلوقتي في المنظومه ايه؟ عنصر التحكيم. اللي احنا لازم نمسكه بشكل مميز كله، لازم يكون دلوقتي عندنا عاملين سبوت شويه عليه، لازم الموضوع يبقى يتقن بشكل مميز جدا. وش عيب خلي بالك لما يجي حد يغلط، اشمعنى اللعيب بيتعاقب والمدير الفني بيتعاقب وينزل له لجنه انضباط تدي مثلا 50,000 جنيه وكلام سيد عبد الحفيظ مش عارف توبيخ ولا حاجه زي كده؟ صح. فكلام احنا بنتكلم، لا لما اخطا لازم يتعلن، يعني ايه المشكله؟ عشان بعد كده يعرف اللي هو لما يخطا تاني هيقدر، هيبقى الناس كلها هتعرف، هيبقى الموضوع مختلف، هيحس شويه على الاقل. طب احكي لك موقف وانا عارف انك هتضحك، بس عايز اعرف ده صح ولا غلط. هل ممكن دلوقتي لما لعيب في الملعب يحصل له كوره الكل يختلف عليها، والجهاز الفني ممكن او اللعيب يتخانق مع الحكم او يشدوا مع بعض، مش ممكن ياخده من ايده ويقول له تعالى يا عم تعالى بص يا كابتن على اللعبه في التلفزيون وشوفها اتحسبت ولا ما اتحسبتش او صح ولا غلط، وكل كوره يحصل كده؟ لا ممكن طبعا يحصل؟ لا طبعا. ازاي؟ طب لو اللعيب يعني، طب مش ممكن اللعيب يقفش؟ انا قصدي ان هو لو ما تمش تدريب الفار للمنظومه الرياضيه، الاداره واللعيبه والجهاز الفني وكل ما هي منظومه كامله على بعضيها. تمام. هل ده ممكن يحصل يا كابتن، وان ممكن فعلا الفار يتلغي من مصر بعد ما يطبق ان هو الانديه مش عارفه ازاي تستخدمه في تحقيق العداله مع الحكام، وان هم كل كوره عايزين ياخدوا الحكم يودوه للشاشه عشان يبصوا على الكوره وهي فاضيه؟ ما انا خلي بالك دي مشكله ثانيه كبيره خالص. ده ممكن يحصل صح؟ اه طبعا هيحصل مشكله كبيره يعني جدا. انا شايف ان ممكن الجهاز الفني يعند، مش هنلعب غير لما ابص على الكوره. اه طبعا. والله العظيم يحصل. انت حصلت والله العظيم. هيحصل مشاكل كبيره جدا خلي بالك. قال له هنلعب. وفي طب ما انت عندك لعيب مش عايز يطلع من الملعب. ماشي. انت عندك لعيب عايز، لعيب اتطرد وعايز يطلع من الملعب. لكن الثاني بقى هتلاقيه كل بلد ماشي يعني عايز يطلع. خلي بالك يعني مش عايز يطلع من الملعب، والاعلان قد كده يعني، الاعلان ممكن تعمل رجلك كده وتطلع. بس انا مش هطلع الملعب بتاعي وانا مش طالع. يعني الموضوع ملعب الحكومه. الملعب مش هطلع. فاحنا بنتكلم في وخلي بالك لازم يكون اتحاد الكوره لازم يكون ليه وقف في حاجات زي كده. اللي شايف حاجه زي يعني، هي الموضوع الصوت عالي، اللي شايف، انت شايف حاطط قوانين وحاطط حاجات كلها تمشي كويس، لازم تمشي بشكل مميز. انا شفت تصريح لحد ماسك في اتحاد الكوره دلوقتي في اللجنه التنفيذيه بيقول لك اللي فيه عنصر من عناصر الاعضاء مجلس الاداره قبل كده كانوا موجودين لسه لحد دلوقتي بياخد خبراته. خبراتك ايه؟ ياخد خبراته لمين؟
لا انا مش فاهم، بس معلش كابتن قول لي، حاول يعني حاول تقول لي بس ما توضحليش قوي، حاول تقول لي وانا هلقط يعني. احد الاعضاء اللي موجودين في اللجنه المؤقته، اللجنه المؤقته مالهم بقى؟ ماسك يعني منصب مدير حاجه تنفيذيه موجوده، ماشي. بياخد يعني بياخد خبرات، فهمت خلاص، وعلى اتصال على طول. عرفت بيقعد مجلس اداره قبل كده، يعني قبل كده اللي هو بيقول له اعمل كذا واعملش كذا. عرفت، اتفرجت عليها. هو انت حضرتك قناه ثانيه؟ طبعا. هو انت حضرتك موجود تعمل ايه؟ وبنتكلم ان انت كادر كويس، وبتتكلم اللي انت لازم. هو قال عشان بس احقاق الحق، عشان خاطر ايه؟ انا دوري يا كابتن ان انا اسالك وانت كابتن تجاوب وتجاوب الاجابه اللي حضرتك عايزها، لكن انا دوري. هو قال ان انا بستفيد من خبراته كوني ان انا موجود في مكان يعني لسه يعني لسه بادئ فيه، او لسه هو جديد عليا، وبالتالي لما بكون واقف عند نقطه معينه بروح للكادر اللي كان موجود ده عشان هو على درايه كامله بكل الامور اللي موجوده في هذا المكان. طب لو كان الكادر ده اصلا من ضمن اسباب المشاكل الموجوده كلها ارجع له؟ احنا بنتكلم برضك اللي طب لو الكادر ده لسه يعني بيدير او لسه على لا لسه 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 بيدير، ما تقلقش. كله بيدير، ما تخافش. طب انت يا كابتن ما فيش حد كلمك علشان المنتخبات اللي جايه تكون مرشح من ضمنها او قدمت في جهتك؟ والله عمر خلي بالك الموضوع بقى مختلف تماما في مصر، يعني احنا برضه مختلف؟ طبعا، مش من الموضوع كله خلي بالك، مش كنت لعيب ازاي او كنت امكانياتك ايه او معاك شهادات ايه. الموضوع الفتره اللي فاتت انت بص على مستوى الناشئين الموجوده في مصر، ما فيش حد خالص، كل الناشئين اللي دخلوا اللي كانوا موجودين في فتره كلهم اخر حاجه كان الكابتن حسن شحاته اللي هو الفرقه بتاعتكم او اللي تحتينا، هي دي اللي كانت موجوده اخر جيل، اللي هو كان مسك كابتن محمد رضوان حاجه زي كده، دي اخر جيل يعني اللي هو كان مميز. بص على المنتخبات اللي قبل كده كلها طلعت، مفيش الا المنتخب الاولمبي هو اللي ماسك نفسه شويه. ترجع لايه؟ اللي هي برضه كان اعضاء مجلس اداره كانت ناس شيء منتخب 2013. لا مين؟ كابتن ربيع؟ لا كابتن ربيع، بص كابتن ربيع حارف الصخر خلي بالك. لا كابتن ربيع حبيبي، هو خلي بالك كابتن ربيع. طب يا كابتن ايه الاسباب اللي زي ما حضرتك بتقول اللي مخليه ما فيش يعني كوادر في الناشئين، او مش مخليه شباب يطلع ويقول انا اهو؟ هل ده بسبب الاختيارات ولا بسبب القماشه؟ ما فيش قماشه. لا هو في كل حاجه، بس يعني بسبب قماشة؟ بسبب الاعداد والاختيارات اللي انت بتختارها. بتجي واحد انت قدمت سيفياتك وسيفياتك موجود في اتحاد الكوره. هو بص عمر، ده في ناس اصلا ما عدتش اصلا على اتحاد الكوره اصلا، وموجوده والناس موجوده، الناس اصلا يعني مثلا كان بيلعب مثلا في المحل، واحد مثلا كان بيلعب في محترم الانديه دي كلها. احترمنا طبعا، بس احنا بنتكلم في يعني بنتكلم يا كابتن مش على اسم نادي، بنتكلم على البطوله، وبنتكلم على البطوله وانت بتعد. هو خلي بالك عمر، اللاعب اللي هيعد لعيب دولي لمصر، حد مثل منتخب مصر وعنده امكانيات وعاش المرحله دي ولا لا؟ عشان خاطري بسال. طب ما في مدربين ما لعبوش كوره بس بيحصلوا على شهادات وبيبداوا سلم من تحت وبيوصلوا لمناصب، يعني مثلا جوزيه مورينيو ما لعبش كوره. ده جوزيه مورينيو ماشي، ما هو ما لعبش كوره. ما لعبش كوره، بس هو راجل موجود فين؟ انا انت فاهم يا كابتن، عشان لازم اسالك سؤالين. هو مين علشان ما حدش يقول ان احنا متحامين على حد. هو فين؟ صح كده؟ طب انا فين في مصر؟ مين في مصر ما لعبش كوره وموجود؟ مفيش. ما احنا بنتكلم في النقطه دي. تاني حاجه، اخر الناس اللي جايبه لك بطولات دلوقتي مثلا منتخب الاولمبي، رجعنا نتكلم عن اللي ماسك منتخب الاولمبي مين؟ صح، كابتن شوقي، كابتن معتمد، كابتن وائل رياضي، كابتن بس وائل رياضي ومحمد شوقي. الناس دي عايشه ايه؟ الناس دي عايشه التجربه. نجوم. احنا خدنا ثالث العالم، فعشنا التجربه، فلما تيجي تنقل اللعيب هيقدر، وانت لسه مبطل قريب، فهيقدر يستجيب منك بشكل مميز. نجم كمان فيسمع كلامك، ودي حاجه بتكون مهمه. اما انت لما تجيب حد ما يعرفش افريقيا درجه الحراره عامله ايه، او لسه ما لعبش، او ما يعرفش المستوى الفني عامل ازاي، وتيجي تكلمه حتى مستوى الحوار معاه صعب، ما حطش امكانيات دي قبل كده. فانت عندك دي الثقافه دي منعدمه في اللي هي موجوده، ودي ترجع لزي ما احنا كنا الاسباب اللي هي الاسباب اللي هي كل واحد كان بيجيب واحد صاحبه يمسكه. وده حقيقي فعلا جداً. هل ده كان بيحصل؟ طبعا، طبعا حصلت كتيره جدا. ده في ناس يعني مش بقى بلاش اتكلم عمر، طب قول من غير اسماء. لا في ناس كتير، حاجات حصلت قدامنا كتيره جدا، يعني شفنا حاجات ما ينفعش. يعني انت كل مثلا الواحد كل انا مثلا كل سنه مثلا ما بسافر فرنسا بروح السنتر فارماسيولا بتاع ستراسبورغ. انت كابتن مواظب على ان انت كل سنه تروح فرنسا؟ انا بروح اجازه وبروح هناك، بشوف النادي كنت بلعب فيه هناك، بشوف الامكانيات وصلوا لحد فين، والشكل العام وصلوا لفين، يعني التكوين الشخصيه الولد بيشتغل ازاي، السن مثلا من سنه كذا من 12 لحد 15 سنه، الجرعه التدريبيه بتاعته، الفيزيك بتاعه ازاي. لسه بتتكلم فرنش كويس؟ طبعا. فبنتكلم اللي احنا بنتكلم كل يوم تشوف الجديد. احنا هنا في مصر حتى في مسابقات الناشئين لحد دلوقتي بتلاقي حاجات صعبه جدا، واحمال غلط، واللعيبه دي كلها فالمنظومه فيها مشاكل كبيره جدا. طب دلوقتي انا كان معايا الاستاذ عصام شرطوت قبل كده كابتن، وقال لي على مسؤوليته الشخصيه ان خلاص اتسرب خبر فوز ساديو ماني بجائزه افضل لاعب في افريقيا، محمد صلاح الثاني ورياض محرز الثالث، بس انا معلوماتي ان رياض محرز، الله اعلم صح ولا غلط، ان رياض محرز مش عايز يكون موجود، علشان قال لك انا محقق افريقيا ومحقق الدوري الانجليزي وكاس انجلترا
كاس الرابطه والسوبر الانجليزي وحتى ما ادانوش الثاني، فممكن ما يجيش. رايك وتعقيبك على فوز ساديو ماني، هل ساديو ماني يستحق ولا محمد صلاح كان يستحق الفوز ده لو حصل على كلام وعلى عهده الاستاذ عصام شلتوت؟ لا احنا نتمنى طبعا لصلاح، اكيد صح، فخر طبعا، فخر وسفير للكره الكرويه، كل العربيه كلها بنتكلم، بس احنا بنتكلم ليها حسابات ثانيه يا عمر، خلي بالك. طب انت شايف صح كده؟ لا لو نيجي نتكلم على الترتيب، أيوة. صلاح بقى له فتره الفتره اللي فاتت يعني مش نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت، بس صلاح مميز جدا زي ما بنتكلم. هي احنا هم بيحسبوها في حاجات ثانيه خالص، حاجات ثانيه خالص، وخلي بالك الاسبونسر ليه عنصر كبير جدا في هم الاثنين نفس. لا بس صلاح الاسبونسر بتاعه اعلى من ساديو ماني. نتكلم في حاجات كتير بتحصل، حاجات خارجيه بتبقى ليها عنصر كبير جدا، بس نتكلم على محرز. هم بياخدوا البطولات الافريقيه حرزها ازاي وبطوله الدوري، فمحرز واخد بطوله مع نسبه مشاركته وفعاليته مع الفريق عامله ازاي؟ طبعا وخلي بالك ان بطوله افريقيا هنا كان مميز جدا، بس رياض محرز مع مان سيتي مش مميز، مش اللي هو مش زي السنين الاولانيه، مش فعال، مش زي ماني ومش زي صلاح. ايوه فدي بتختلف خلي بالك. طب هل المنتخب اهم ولا هل النادي اهم؟ دي ليها ايوه طبعا، دي عشان خاطر دي ليها يعني ليها ارقام ودي ليها ارقام، يعني دي ليها مميزات. احنا لو جينا نتكلم، لا هو لو نتكلم بشكل عام هي ما طلعش عن صلاح او ساديو ماني، يعني هو يعني ساديو ماني فعلا لو حصل على الجائزه، هل حضرتك شايف ان هو يستحق بالفوز بالجائزه رغم حزننا عن عدم فوز محمد صلاح، وان محمد صلاح مش هيفوز بالجائزه داخل مصر، مع ان محمد صلاح السنه اللي فاتت حققها في السنغال فبرضه كانت في بلد ماني، فهل حضرتك شايف ان هي مستحقه لساديو ماني الموسم ده بعد موسم حقق فيه وصافه افريقيا، بطل دوري ابطال اوروبا، بطل السوبر وكاس عالم للانديه، رايك ايه؟ يستحق او لا يستحق؟ لا يستحق، هم ثلاثه بدل وصلوا للمرحله دي، وبس احنا مش عايز ادوس عليك اكثر من كده. لا انا عايز، انا صراحه يعني انا عايز صلاح طبعا، صلاح كلنا عايزين صلاح، يعني صلاح وصل لمرحله ما حدش يقدر يوصل لها ثاني في الكره المصريه زي ما بنتكلم فيها، فنتمنى له طبعا الفتره دي التوفيق والمسانده زي ما انا كنت شايف، يعني اتمنى له طبعا المسانده بشكل كبير جدا. اخيرا علشان بس اقفل معاك حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي، شايف مباراه بلاتينيوم ازاي والاهلي موقفه في دوري ابطال افريقيا؟ الاهلي قريب ان شاء الله من حسم اللقب ولا الموضوع بدري علشان نقدر نحكم على مستوى الاهلي في افريقيا؟ لا الفترة فاتت خلي بالك في نتائج مش متوقعة، خلي بالك نتائج كبيرة جدا، عندك مثلا نادي زي الهلال السوداني كان عنده مشاكل كبيرة جدا وغيروا المدير الفني، ودلوقتي الكابتن حماد صدقي ماسك المدير الفني ومع احمد عبد الفتاح، قدر يوصله بشكل مميز، قدر يكسب النجم الساحلي في تونس، فده ماتش ترجع المجموعة نقطة الصفر تاني يا عمر خلي بالك، فالمواجهة صعبة جدا، مفيش مواجهة في افريقيا سهلة، انت عندك دلوقتي كلهم 6 بونت، عندك النجم 6، عندك الهلال 6، النادي الاهلي 6، فعندك الماتش هيبقى صعب جدا، وخلي بالك الفرق اللي هي ملهاش طموح او ملهاش هدف زي البلاتينيوم كده بقى عندهم مشاكل كبيره جدا، بتلعبك وهي هاديه، فهم مش مشدودين عشان هم عارفين كده كده امكانياتهم يعني كتيره، يعني هم هيطلعوا الثلاث فرق الاولين 6 بونت، فعندهم هيبقى عندهم مشاكل، فالفرقه دي هتبقى رخمه بضغط الكوره، هتلعبك بهدوء وهتضيع لك الوقت، فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله الفتره اللي جايه يقدر يكسب الماتش دوت والنتيجه كويسه، وطبعا خلي بالك عايزين اهداف بشكل كبير عشان تقدر تحسم مركزك وتتوج، وخلي بالك انت لما تكسب بشكل كبير او بسكور كبير الانديه الثانيه بتبقى عامل لك خايف، بتخاف شويه، بتعمل لك يعني زي هيبه موجوده. كابتن احمد ابو مسلم شرفتني ونورتني، استمتعت جدا بالحديث معاك ودايما تكون منورنا في بيت قناه النادي الاهلي. حبيبي عمر انا سعيد طبعا وبشكرك وبشكر جميع النادي الاهلي كلها، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي والفتره اللي جايه للفريق الاول وكل منظومه النادي الاهلي طبعا. ربنا يخليك. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه، هنروح لفاصل وبعديها تستقبلوا الكابتن الكبير نجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم والزميل العزيز محمد سعيد عشان هم جم خلاص بعد الفاصل.